السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لعبة كويسة جدا لتعلم الرياضة أو تعلم الحساب للأطفال الصغيرة اسمها تاكسي فو ماس. اللعبة فري اوبن سورس. الفكرة ان انت قاعد في الكوكب بتاعك وفي ناس جاية تغزو الكوكب بتاعك، فانت بتدافع بان انت بتكتب الرقم، تمام؟ ده مرحلة متقدمة شوية، تبدأ تشوف الرقم كام، ولو بتكتب الرقم ده تطلع صاروخ ويروح مدمر لك الأعداء اللي جايين يهاجموا الكوكب بتاعك. فهي لعبة حربية بس لعبة للرياضة. هنا مثلا بتختار المستوى من كام لكام، وتبدأ بقى الناس تهاجم عليك وانت تبدأ تدافع عن نفسك. تبدأ بقى 4 × 2 = 6، تكتب 6 تروح مدمرة الحاجة اللي نازلة ديت. اي 2 + 5 10 ما تجيش، لازم تكتب ايه 7. ايوه شاطر، يعني بتشجع الاطفال انها تحب الرياضة.